النقطة الأولى يجب أن نعرف أن هناك في الواقع وجهة نظري الشخصية أن هناك تضخيم هائل لقوة الميليشيات. نعم هذه الميليشيات لا يردعها رادع، تقوم بقتل أي من يهددها، ممكن أن تؤذي أي أحد، ممكن أن تقتل مدنيين، لكن كقوات عسكرية بمواجهة قوات عسكرية هي عمليا قوات هزيلة وضعيفة، وإمكانية القضاء عليها في الحقيقة في عمليات عسكرية ليس بالعمل العسكري الجبار وليس بالهائل، فهذه قوات يعني ميليشياوية وليس قوات مسلحة مدرعة بالشكل الذي نعتقده. لذلك أنا أعتقد أن هناك تضخيم إعلامي لصورة هذه الميليشيات، هي قادرة على الاغتيال، على الاختطاف، على الإجرام، على النفوذ، على قتل المتظاهرين، لكن في المواجهات العسكرية هي تنتهي بسهولة ولن يبقى لها وجود. واحد. النقطة الثانية، هناك تجارب تاريخية في العراق عزيزي، تجارب تاريخية منذ طبعا الميليشيات ووجود الميليشيات بدأ مع النظام الجمهوري في العراق. كانت هناك ما يسمى المقاومة الشعبية للحزب الشيوعي العراقي في زمن عبد الكريم قاسم، وهي ميليشيات مسلحة وكانت أيضا أيديولوجية وتدعمها حزب سياسي ولديها أجندات وكانت تختال وتعمل عمليات مسلحة. ما بعد ذلك الحرس القومي هو ميليشيا 1963 كان موجود، وكان هناك قرار من رئيس عبد السلام عارف، اتخذ قرار وأرسل 3 دبابات أو 10 دبابات، مش أكثر من 3 دبابات حما معروف، وأنهى وجود الحرس القومي الذي كان قوة عسكرية هائلة تخيف الناس وترهبهم ولكنه أنهاهم بشكل سريع وألغى وجودهم من العمل السياسي بالكامل. لذلك هدينا تجارب. السيد الكاظمي اليوم عنده جهاز مكافحة الإرهاب وعنده قوات مسلحة. إذا كان هناك اختراق للقوات المسلحة، أنا أعتقد ممكن أن يستفيد من فوجين 3 أو 10 أفواج من الجيش أو ألوية التي يعتقد أنها ألوية قادرة على تنفيذ المهام العسكرية، ويعتمد على جهاز مكافحة الإرهاب. طيب. وعملية القضاء على الميليشيات أنا أعتقد عملية سهلة جدا. ويبقى القبض على بعض المجرمين الكبار، المجرمين الذين هم يديرون هاي العمليات، وهذه عملية جدا يعني تضخم، وهي عملية ليست بالمهولة، ولكن القرار والإرادة السياسية. طيب. هو العملية الصعبة والمعقدة. طيب. نريد تنفيذ القرار.